فدائي شايل انا روحي بكفي فدائي وشلت لا روحي بكفي الدنيا بكفي وفلسطين بكفي انا نومت بالغرب بكفي محبة شعبنا واحلى شباب. شكرا على هذه الكلمات في لقاء خاص عبر شاشة تلفزيون الفجر الجديد مع الشاعر الفلسطيني أبو عرب. يعني بداية، ما هي الرسالة التي توجهها إلى أبناء الشعب الفلسطيني؟ إلى أحبائي أبناء فلسطين اللي لا زالوا يكتحلوا بأرض فلسطين، اهديهم كل تحياتي وكل إعجاب بصمودهم، وإن شاء الله الله ما بضوع لا إلنا ولا إلهم أي تعب. هنالك إشاعة تم تناقلها بخبر الوفاة، مع الأمنيات دائما بدوام الصحة والعافية، كيف ترد على هذه الأنباء؟ لا سيدي، ما بقول لك أنه عني يا نفس بالألم عني وزمانك يا وطن عالبال، عني كيف حق بشاعة طلع عني مزعزع بيخيب التراب، الحاقد شيء موت مقدر على كل الناس، أما طريقي ونضالي ما بغيره. نعم، دائما نتمنى دوام الصحة والعافية في ظل هذه الميجنة والعتابة التي أسمعتنا إياها. كيف تنظر شاعرنا أبو عرب إلى الفنان الفلسطيني الصاعد محمد عساف الذي يشارك في برنامج عرب أيدول؟ يا سيدي انظر إليه بإعجاب وتمنيات بالنجاح. شكرا جزيلا لك شاعرنا الكبير أبو عرب. توتة الدار دائما ما زالت مخضرة ولا تزال، ودقت الباب ما زالت تنبض. إذن مشاهدين، كان هذا هو اللقاء الخاص عبر شاشة تلفزيون الفجر الجديد للرد على الإشاعات التي تناقلها العديد من المواطنين بوفاة أبو عرب. كونوا معنا بكل ما هو جديد، والمزيد من الفقرات بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني www.alfajrtv.com لمشاهدة هذا التقرير.